بسم الله. دلوقتي نتكلم على التوكسوبلازما جوندي اي اللي بيسبب التوكسوبلازموزس. تمام. عندنا الاول عشان نبقى عارفين، هناخد طبعا المرض ده وورلد وايد. التوكسوبلازم بيبقى موجود في المان والانيمالز، خاصه الكاتس. يبقى هيهاجم مين؟ يبقى في لايف سايكل في المان ولايف سايكل في الكاتس. شويه حاجات كده مورفولوجيكال ستيجز هنعرفها الاول، وبعدين هناخد اللايف سايكل باذن الله. اولا عندنا ده البارازايت بيكون في الشكل ده، تاكي زويدز. ده اسمه ايه؟ تاكي زويد. بيكون ايه اللي هو شكل كريسنتك شيب ده. تمام. طيب ممكن الاقي في سيست اهو. السيست دي لما التاكي زويد ده يوصل للتيشو بقى، سواء ماسل سواء برين سواء ايا كان، المهم يكون التيشو سيست دي. والبرازايد اللي جواه بيكون اسمه برادي زويدز. برادي زويد. طيب لقينا ان في سيست اهي كمان، بس مش سيست حقيقيه، مش ترو تيشو سيست. امال ده اصلا مش سيست، ده ماكروفاج بالع تاكي زويد، بسميه زودو سيست، وجواه تاكي زويد مش برادي زويد. في بقى انسبوريوليتد او سيست. او سيست ده بيكون في الكاتس انتستين. هنعرف بتتكون ازاي. تمام. طيب الاوسيست ديت الانسبوريوليتد، هي انسبوريوليتد لما تنزل في التربه تبقى اسبوريوليتد اوسيست. اسبوريوليتد اوسيست. تمام. نتكلم على اللايف سايكل. الصوره الجميله ديت انا عندي، نبدا في القطه. في الكات هتاكل مين؟ هتاكل التيشو سيست. يعني مثلا انا عندي فار او بيرد او غيره موجود في المصل بتاعته تيشو سيست. تيشو سيست دي عباره عن سيست ومليانه تاكي زويدز. خلاص في الانتستين هيحصل اكزيستيشن. تمام. اسف، التيشو سيست فيها ايه؟ برادي زويدز. برادي زويد هيحصل اكزيستيشن وهيطلع مين؟ البرادي زويدز. طيب البرادي زويد دي يحصل لها ايه؟ بالشيزوجني اسيكشوال سايكل يكون لي ميروزويد. تمام. يبقى البراديزويد تقدر تنقسم اسيكشوال ويكون لي مين؟ الميروزويد. الميروزويد ديت اما تروح في المصل بتاعه القطه ويكون لي ترو تيشو سيست، او ان هو يكون لي ماكرو ومايكرو جاميت يتحدوا مع بعض ويكونوا لي الاو سيست اللي انا اتكلمت عنها هنا. قلت ايه؟ انسبوريوليتي او سيست. جميل. الاو سيست ديت تنزل في السويل ويتكون لي مين؟ سبوريوليتد او او سيست. سبوريوليت او سيست. جميل. ممكن ياخدها مين بقى؟ ممكن ياخدها الفار او ممكن ياخدها المان. طب لو خدها المان هيحصل بقى الاو او سيست ديت هيحصل لها اكزيستيشن، والاو او سيست دي جواها مين بقى؟ برادي زويت. تمام. طيب انا خدت، ما انا ممكن اتعيد باي حاجه من دول، المهم هيطلع تاكي زويت. يعني اي حاجه من دول هيتحول لمين؟ لتاكي زويت، سواء بقى ترو تيشو سيست خدتها. تمام. ممكن كلت لحمه بتاع اي حاجه، او انتقل الي السبوريوليتي اوسيست، ايا كان. فهيحصل من هيحصل ان هيتحول الى تاكي زويد. تمام. هيحصل تاكي زويد، تحول لتاكي زويد. هو التاكي زويد فورمد اهو، ده التاكي زويد. ممكن اقرب، يبقى اي حاجه تحول لمين؟ لتاكي زويد. تاكي زويد بقى هتهاجم مين؟ هتهاجم التيشو المختلفه، وزي البرين والليفر والايه والمصل كده. تمام. المود اوف انفكشن انا هتعيد ازاي؟ قبل ما اتعيد برضو هعيد اللايف سايكل. اول قبل ما تعيدي، قبل ما ازاي اعرف اتعيدي، هنعيد اللايف سايكل. عرفنا مين ده؟ السبوريوليتد او سيست الموجوده في التربه، وده التيشو سيست الموجوده في المصل. حلو. مين اللي هياخدها؟ احنا قلنا هنا في القطه، القطه مثلا هتاكل فار او غيره، فاكرين؟ تمام. ده مين بقى؟ هنا اسمه سبوروزويد، اللي هو الايه؟ انسبوريوليتد او ده سبوريوليتد، بس سبوريوليتد او سيست. طب التيشو سيست بقى برادي زوي. تمام. هيحصل لها مين بقى؟ هتاكل ابيثيليوم، ويحصل اسيكشوال مالتبليكيشن عشان يكون لي ميروزويد، والميروزويد برضه يعمل مالتبليكيشن. الميروزويد ممكن يتحول الى مين؟ بالظبط اللي هو جاميتوسايت، ميلو وفيميل، ويتحدوا مع بعض ويكونوا لي ها اوسيست بتاع زايجوت، والزايجوت يتحول ايه؟ لاوسيست انسبوريوليتد. تنزل في الاستول ها تبقى سبوريوليتد اوسيست. جميل. ده في القطه. طب بالنسبه بقى لمين؟ للمان.
المان هياخد بقى، ممكن ياخد السبوريوليت زي ما احنا قلنا، ممكن ياخد السبوروزويد او التاكيزويد، هنعرف دلوقتي في المود اوف انفكشن ازاي، او البلاديزويد او غيره. تمام. طيب بالنسبه لمين؟ المان هياخد انجكشن للكلام ده اهو. طيب هيحصل انجكشن، هيوصل للسمول انتست. طيب هيعمل ايه بقى؟ نقرب بقى ونشوف. احنا قلنا اي حاجه من ديت سواء بقى ايه سبوريوليتو او سيست زودو سيست كده، كل ده هيتحول لمين؟ لتاكيزويد اهو. تاكيزويد هيطلعوا تاكيزويد. تاكيزويد بقى ايه؟ هتهاجم بقى مين؟ هتهاجم الانتستين وتروح البلاد فيزل وتروح لمين؟ للتيشوز المختلفه. جميل. هتخش تدخل البلاد فيزل اهوت تاكيزويد، وتهاجم بقى البرين، وتهاجم مين؟ الاي والسكيتال ماسل والهارت، ويكون لي فيها ترو تيشو سيست. طب هل المان هيقدر يقدر حد؟ لا المان لا ما يقدرش يقدر حد، لو بلايند هوست. طيب نشوف بقى المود اوف انفكشن انا هتعدي ازاي. ثواني. المود اوف انفكشن ممكن اعمل انجكشن لمين؟ لاكل موجود في التربه عليه سبوريوليتد او سيست. جميل. او العب مع القطه اخد برضه السبوريوليتد او سيست. تمام. او ممكن اكل اكل مثلا فيه تيشو سيست انفكتد اندر كوكد ميت، لحمه فيها التيشو سيست او الزودو سيست. تمام. الماكروفاج. تمام. ممكن التاكيزويد. التاكيزويد ازاي؟ التاكيزويد ده اصلا مش موجود في البلاد زي ما احنا قلنا في اللايف سايكل، بيمشي في البلاد اورجان ترانسبلانتيشن اتنيلي او بلاد ترانسفيوجن او ترانسبلاسنتا. تمام. طيب هذا التاكيزويد اهو ممكن من ايه؟ من الميوكاس ميمبرين والسكين ابريجن ينتقل التاكيزويد. تمام. الناس اللي بيشالوا الجزارين مش فيه لحمه؟ اللحمه دي فيها ترو تيشو سيست، ممكن تطلع مين؟ البراديزويد، وتدخل ايه؟ برضه ثرو تيشو الابريجن. صح. جميل. يبقى ده كل المود اوف انفكشن، وده اللايف سايكل اللي اتكلمنا عنه. تمام. بالنسبه للباثوجينيسيس بقى عندنا التوكسوبلازم هو اوبورتونيستك انفكشن. ازاي اوبورتونيستك انفكشن ده خطير؟ لا مش خطير ولا حاجه، ده هو بيقول لك يا عم ده هو اوبورتونيستك، يعني معظم الحالات بيكون مين؟ اسيمبتوماتيك. يعني لو جينا في الباثوجينيسيس هيقول لك ان هو في الشخص العادي اللي هو ها عنده اميونيتي كويسه، هتلاقي انه 90% من الحالات بيكون اسيمبتوماتيك خلاص، للناس الاميون كويس. طب لو هو اميون كومبرومايزد هيحصل بقى مشاكل هنشوف دلوقتي. طيب ممكن في بقى ايه من ضمن المشاكل ان هو انه يتنقل من مين؟ من الام لمين؟ للابن، ده اسمه كونجينيتال. طيب ماشي، كونجينيتال انفكشن. صح، كونجينيتال توكسوبلازموز، وده الخطر بقى، ده اللي يهمني قوي. تمام. طيب في اكوايرد بقى المكتسبه، اكوايرد انفكشن اللي انا اكل لحمه او بتاع او كلام من ده. تمام. طيب وفي مشاكل بقى بتحصل في الاميون كومبرومايزيشن بالذات بقى، يعني لو واحد اميون كومبرومايزيشن تمام هيبقى فيه ليه مشاكل خاصه على ان هو شخص عنده مناعه كويس. طب تعالى نتكلم كده، تعالى نتكلم على الكونجينيتال. كونجينيتال ماشي، كونجينيتال حسب بقى والله، لو الفيرست تريمستر هيحصل المشاكل دي. طب لو اللاست ممكن مايلد او اسيمبتوماتيك، ممكن ما يظهرش اعراض او ممكن اعراض بسيطه. تمام. اما لو الفيرست مانث فيرست تريمستر اسف تمام، هيحصل بقى ايه؟ ممكن يحصل ابورشن، ممكن يحصل ايه هيدروكيفالس. تمام اهوت هيدروكيفالس ومايكرو كيفالي، ويبقى في مشاكل في الريتنا، وممكن يحصل بلايندنس، يبقى في كونفالجن. ممكن تعالى نشوف في الصور بقى اللي احنا جايبينها، هيدروكيفالس اهوت ومايكروكيفالي وكونفالجن ومشاكل في العين. تمام. بلايندنس وسيريبرال كالسيفيكيشن، يبقى في كالسيفيكيشن في البرين وفي كونفالجن. تمام. بس وهيبقى في مشاكل انيميا وثرومبوسايتوبينيا وجوندس، كل ده سبب مين؟ اللي هو الكونجينيت. طيب بالنسبه بقى الاكوايرد، واحد بقى اسيمبتوماتيك 90%، يعني اسيمبتوماتيك 90%. طب لو ظهر اعراض بقى ممكن يعمل لي ايه؟ بيعمل لي ليمفادينوباثي، يعني هو اسيمبتوماتيك، معظم اسيمبتوماتيك والتيشو سيست هيتكون وخلاص وما يظهرش عليه اعراض ولا بتاع، خلاص التيشو سيست بسيطه هتتكون وخلاص. طيب اما بقى يظهر اعراض، الاعراض اللي بتظهر ليمفادينوباثي تمام؟ ده اللي هو الاعراض الشهير جدا اللي هو الليمفادينوباثي، في فيفر وهيديك والكلام ده عادي، ولكن المهم عندي الليمفادينوباثي. تمام. بالنسبه بقى للاميون كومبرومايز بيشن، احنا قلنا في الاميون كومبرومايز بيشن بيدمر بين بيدمر البرين، ده اهم حاجه عندي برضو ان هو بيدمر البرين. طيب خلينا بقى نتكلم على الدايجنوز. حابه بقى كلينيكالي، واحد هيجي لي امي مثلا عندها قطه تمام، ده لو كونجيت انا عارف
وما عندها قطه بتلعب بالقطط والكلام من ده، وهيبقى الطفل هيبقى مولود دماغه كبيره او دماغه صغيره قوي او في مشاكل في الريتنا كده، ده كلينيكالي. وبرده الاكوير توكسوبلازموز هلاقي في الريتيكول اندوثيليال سيستم فيها انلارجمنت ليمف نود وكلام من ده. طيب اللابوراتوري انا هعمل مايكروسكوب اخد مثلا من الليمف نود والبلاد وكلام، ممكن يعني في بقى ايه ده الحاجات اللي مثلا في البرين اكس راي على حسب الحاله. تمام طيب في سيرولوجي ماشي، السيرولوجي هدور على الاميونوجلوبين ام، طيب اميونوجلوبين جي ماشي، في سابين فيلد مانتس، في سابين فيلد مانتس الاول بس في دايركت قبل ما اخد السيرولوجي والكلام ده، في دايركت هو مايكروسكوب اخد العينه واحطها الميكروسكوب واصبغها وماشي، او في انيمال انوكيوليشن حلو. طيب في بقى السيرولوجي احنا قلنا في دور على انتي بودي اميونوجلوبين ام واميونوجلوبين جي او انتيجين، او دور على انتيجين او سابين فيلد مانتس، ده المهم بقى ده اللي بيجي بقى في الامتحان. سابين فيلد مان باي تيست ده مهم، هو بيجيب ايه الراجل بيجيب ايه الراجل بيجيب السيرم بتاعك حلو، ويبقى محضر هو شويه تروفوزويد جابه منين ما اعرفش، توكسو بلازما تروفوزويد احطهم على مين على سلايد تمام، واقوم جايب انا بقى ايه حاطط السيرم بتاع مين بتاع التروفوزويد وحاطط معاه صبغه، حاطط معاه صبغه، لو التروفوزويد خد الصبغه لو جيت الستيند يبقى ده نيجاتيف، ده السيرم از نيجاتيف يعني ما عندهوش توكسو بلازما. طب لو ايه لو ما خدش الصبغه، طبعا ده ايه لو خد الصبغه يبقى نيجاتيف، طب لو ما خدش الصبغه يبقى بوزيتيف تمام، لو ما خدش لو ما خدش يبقى فيل يبقى بوزيتيف، العكس كده واحد فيل يعني فشل نعطي له بوزيتيف ماشي اللي هو ياخد الصبغه، اما لو ايه خد الصبغه لا نيجاتيف تمام. والميكولار دايجنوزيس وكلام من ده برضو عادي. برضو بيقول لك بقى في البيبي انا بعمل لو عملت ديتكشن للاميونوجلوبين ام في البيبي اعرف ان وصل له مين، وصل له التوكسوبلازما. ليه بقى؟ لان المفروض ان الاميونوجلوبين ام مش عمره ما هينتقل من البلاسينتا تمام للطفل، فالماتيرنال اميونوجلوبين ام دازنت كروس البلاسينتا، وبالتالي ديتكشن اوف بارازايت برضو ممكن الاقيه بالدي ان ان دي ان اي بالبي سي ار وكده. خلاص التريتمنت اهم حاجه عندي في بايريميثامين وفي تراي سلفا بايرميدين تمام، وفي سبايرامايسين اهم حاجه عندي السبايرامايسين، السبايرامايسين ده تعطيه مين للبريجننت وومن تمام، وفي تراي ميثوبريم واللي هو بايريميثامين، تراي ميثوبريم وبايريميثامين.